هاي فريال، how are you؟ كيفك؟ إن شاء الله تكوني بخير. أنا هذه رح أعمل قراءة ليكي، بس قبل ما أعمل قراءة حابة إني burn some cinnamon. أنا بحب السينمون، القرفة، لأن فيها أول شيء القرفة هي رمز لل prosperity and abundance، وبردو بتعمل ان speed up the process. فانت لو عاملة manifestation لشيء معين، تتمني شيء معين، بيحصل بسرعة. That's the magical part of the sentiment. Okay. راح أعمل القراءة الآن، وبس حابة أوضح بعض الأشياء. إنه القراءة اللي راح أعملها هي حسب الإنرجي اللي going on right now، يعني حاصلة الآن. أوكي، بحب أوضح لك إن الإنرجي is fluid، الطاقة متغيرة. Okay, it's a fluid. ما بتقعد زي ما هي، لأن إحنا البشر we are co-creators and we have free will، وبنتأثر بالطاقة اللي حوالينا، فالطاقة متغيرة. Okay، وإنتي عندك حرية القرار وحرية الرأي، وعندك القدرة إنك إنتي تغير القدر. Okay، بحرية القرار. Okay، with your free will. هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي أحب إنك تفهمي، إنه أنا ما فيني أكذب عليكي وأقول لك إن هذا الشيء راح يصير بكرة أو الأسبوع اللي جاي أو بعد 6 أشهر. أو ولو أنت عملتي قراءة مع أي شخص ثاني وبيقول لك هذا الشيء راح يصير وبيعطيكي time frame like زمن محدد، ده بيكذب عليكي. أوكي، لأنه once again energy is fluid، لأن الطاقة متغيرة. أوكي، so أنا راح I'm gonna focus on your energy. عطيتيني أنت اسمك، I'm gonna focus on you. ورجاء بعد القراءة تقولي لي once it's uploaded and you listen to it، تقولي لي إذا كان القراءة هذه في أي شيء مسج ليكي، في أي نوع من ال you know استفدتي منها أو لا، أو في شيء مطابق أو you know. حابة أعرف your feedback، like تعليق منك. Okay. Yeah. So spirit, what do we have for you? Spirit, what do we have for you? What's going on with Faria? إيش اللي حاصل مع Faria؟ كيف ممكن نساعد Faria؟ What situation is Faria going on her life or she's going through? إيش هي ال إيش فريال بتمر فيه، وإيش ممكن إحنا نساعدها؟ Spirit, what's going on with فريال؟ Spirit, what do you have for فريال؟ What's your advice for فريال؟ What do you have for فريال؟ What do you know about فريال؟ Spirit, فريال. Three of Cups, Two of Cups. See, I'm smiling. Knight of Coins. Ten of Swords.
Seven of Coins. Queen of Wands. فريال انتي your sun sign is Leo and your rising is Aquarius. Here you are. This is your energy. You're the Queen of Wands. Okay? You are the Queen of Wands. You come in your energy. لأنك أنت ليو. لأنك أنت الأسد. أنت. هذه أنت. Queen of Wands. Queen of Wands هي كلها هي طاقة نارية. طاقة fire. Okay? Fire energy. في شيء في الماضي تعبك كتير. اوكي؟ ليش انا قلت ماضي؟ لانه ten of swords means the end of يعني the end of the pain, the end of the sadness and sorrow. Ten of Swords هذا أعلى مرتبة من الألم والحزن والتعاسة. Okay, شوفي أنتي هو الكارت just like this. Okay, أنتي السيوف هذه كلها 10 سيوف انغمست في ظهرك. Okay, في أحد طعنك في ظهرك, غدر بيكي, خدعك, ألمك, عشتي في ألام وأحزان وتعاسة وبكاء وغرقانة في الدم, الألم, الحزن, التعاسة. But that's it. خلاص, هذه النهاية. نهاية لإيش؟ نهاية للألم والحزن والتعاسة والشقاء والبكاء وسهر الليالي. نهاية الألم. خلاص. ليش أنا قلت لك هذا في الماضي؟ لأن هذا خلص انتهى, تخلصتي منه. أوكي؟ انتهيتي منه. أنت قوية, Queen of Wands. Queen of Wands هاي هذه مش أنها بس جميلة وقوية وذكية. The way we say it in English, she's a go-getter. لما بتحط شيء في راسها بتعمله. اوكي, عندك كل القوه انك تعمل اللي انت عاوزاه. انت قويه. اوكي, وتغلبتي على هذا الالم والحزن والتعاسه وكل اللي سبب الغدر بيكي واللي خدعوكي واللي طعنوكي في ظهرك. انت قلتي I'm done with that. I'm done. خلاص هذا الشيء راح ينتهي من حياتي, صار ماضي. الكاردز لما اجت شفتي انت ماسكه الواند, الكاردز جت لايك ذس. اوكي, هذا من ورا ظهرك, الالم هذا وراكي ورا ظهرك. اوكي, انت ماشيه لقدام وماسكه الواند وعينيكي في السماء. اوكي, وبترقصي فرحانه. انت بترقصي فرحانه, فرحانه لانك تغلبتي على الالم والاحزان واللي طعنوكي رميتيهم وراء ظهرك. خلاص انتهى هذا. This is past. هذا انتهى, فات, مات وانتهى. انت this card seven of coins, this came in between. اوكي, يعني جت ما بين بعد الالم. انت عملتي كل اللي في جهدك وبإمكانيتك وحطيتي كل your efforts and time to heal yourself. You are here like a phoenix rising from the ashes. انتي صحيتي من هذا الألم. شفتي كيف كنتي غرقانة؟ تعذبتي كتير, غرقانة في الدم والألام والأحزان. That's what this blood is. It's الألام والأحزان. شوفي بس إيديك لسه في outside, إيديكي برات الألم والأحزان. أوكي؟
وعملتي على انك شفاء نفسك heal yourself اوكي من الالام والاحزان مريتي yeah. يعني اخذت منك فتره طويله انا مش عارف طبعا انت تعرفي your situation انت تعرفي الامر اللي انت مريتي به اخذ فتره طويله عشان تشفي نفسك منه وطلعتي منه طلعتي منه ناجحه سعيده فرحانه انك تخلصتي من الالم والقرف خلصتي this is قرف this is bullshit اوكي صح اخذ منك شوفي 7 of coins هذا معناها انت اخذ منك healing yourself اخذ منك وقت تشفي نفسك وتشفي الالام اللي انت مريتي بيها وينو وتطلعي منها اخذ منك وقت وجهد that's what 7 of coins It's funny, 7 of coins is pentacles. Money, gold. بس في فاير، شفتي الفاير هذه in between? Between these two people? هذا التعب والشقى اللي انت حطيتي فيه كل جهدك and your passion and your time and your effort and you know everything. عشان تشفي نفسك. وقتك everything وتطلعي سعيدة من هذا الألم ماشية للأمام forward you're going forward your chin up okay منتصرة that's what the queen of wands here انت منتصرة على كل الألام والأحزان تركتيهم لوراك خلفك اوكي You got 3 of cups and 2 of cups. اللي في الديبكشن هير اللي في الصورة 3 of cups 3 girls celebrating ثلاث بنات بيحتفلوا اوكي وبيشربوا and two of cups two guys انا ما بعرف what your situation is بس هذا بيقول لي انك انت راح تدخلي في علاقه اوكي علاقه فيها شغف وحب وعاطفه قويه جدا اوكي look at this عاطفه يعني it's cups عواطف جياشه that's the الكلمه اللي انا بدور عليها اوكي عواطف جياشه بينك انت والشخص الثاني هذا It's a relationship. وانتي راح تكوني سعيدة جدا وفرحانة. وراح تحتفلي مع I don't know أحد. I don't know عائلتك، صديقاتك، زملائك. حد قريب منك. Okay. ربما صديقاتك، ربما I don't know. راح تكوني سعيدة انك انتي حصلتي على العلاقة اللي انت مستنياها العلاقة اللي فيها كلها passion وكلها يعني affection this is not only passion affection as well شفتي كيف ماسكين فيهم بعض كيف affection بالعربي يعني في intimacy I don't know how to say it in Arabic you know intimate like intimacy يعني شفتي العلاقة اللي يكون فيها يعني فيها chemistry فيها يعني I don't know how to say it ملاطفة I guess ملاطفة و you know مداعبة و
وهذا النوع. فهماني انت؟ اوكي. There is affection, there is intimacy, you know, you're very intimate together. Into you're compatible, you're a good match. Okay, that's why it's two guys, you're a match. يعني أنا ما I don't know, يعني أنا ما حاب أقول شيء ممكن I don't know أنت كيف تقبلي الموضوع. ربما I don't know, ربما تكون علاقة من نفس ال same sex relationship, I don't know. بس ممكن برضو إن هي تكون علاقة, يعني هذا احتمال, أنت تعرفي your situation. بس ممكن جدا إن هي تكون العلاقة فيها affection, فيها like lots of intimacy, lots of, you know, you're compatible, علاقة جياشة يعني. Okay, that's what it is. لأن هذا الشخص اللي أنت مستنياه بقالك فترة طويلة. Okay, you're young by the way, I feel that you're young. Or الشخص اللي جايك يمكن أصغر منك, I don't know, أنت قولي لي. Okay, I don't know. بس يمكن هو روحه يعني صغيرة, مش بالضرورة يكون العمر. Okay, أنت كنت مستنية لك فترة طويلة. Okay, لأنه هو بطيء يجي ببطء. بس جاي وفي ايده كوين, سي جاي. انا مش عارفة, اعتقد ان هو ممكن اصغر منك. اوكي, بس ممكن انا I don't know, اعتقاد او ممكن احساس. بس هو جاي وراح تكون علاقتكم very intimate, very affectionate, وراح تكوني سعيدة جدا وفرحانة مع أصدقائك. أوكي؟ يعني I can see this is the outcome. I see this as the outcome. هذه النتيجة العلاقة, إنك أنت راح تحتفلي وتكوني فرحانة وسعيدة إنك تخلصتي من الألم والقرف, تركتي وراكي وطلعتي من كل الشت اللي انت مريتي بيه. اوكي, والتقيتي مع والحبيب هذا اجاك برغم انه هو كان بطيء بس اجا. علاقتكم very intimate وتحسي انه هو this is your match. اوكي, هذا الشخص اللي هو your match, هو who's compatible with you. يعني في how do I say, يعني your match, انتو في اخذ وعطى بينا في العلاقه, في reciprocation العلاقه. اوكي, في اخذ وعطى. اوكي, وحتكوني سعيده وراح تحتفلي. بس انا راح اخذ one more card. اوكي, شفتيني انا I'm shuffling and I got it from the middle. Ace of Cups, هذا تأكيد, هذه علاقة جديدة. اوكي, الشخص اللي جايك هذا علاقة جديدة, علاقة مليانة حب وعطف وعاطفة وشغف وانسجام واندماج. That's the match, yeah, that's the word, منسجمين, في أخذ وعطى, في تفاهم, في مناسبين لبعض, في كتير من الأفكشن and intimacy, chemistry. Okay, attraction. أنا بنظر لهذون الاثنين لأنهم like as though they're same sex, في كتير راح يكون في كتير يعني sex. Okay, that's what I see. الانجذاب الجسدي بينكم كبير جدا. Okay, Ace of Cups. Ace of Cups
هذا لما يجي any ace, ace of cups, ace of wands, ace of swords, ace of pentacles, بيجي from God. هذا مش إشي جاي من, this is بيجيكي from the source, from the universe, from God. ما بيجيكي من شخص, يجيكي from the source, من الأعلى, okay, من الكون. بيجي هدية نتيجة صبرك وجهدك وتعبك وتغلبك على الأحزان, نتيجة اجتيازك للامتحان. هذا امتحان وكان امتحان صعب, بس انت اجتزتي ونجحتي, اوكي, انت طلعتي منه, تغلبتي عليه لانك عملتي على شفاء ألامك وأحزانك وطلعتي منتصرة. The universe gave you ace of cups. انت استنيتي هذا الشخص بقالك فترة طويلة, بس he is coming, he's here now with the coin in his hand, with gifts, with love. You're gonna love this passionate relationship, intimate relationship, okay? You're gonna enjoy it. راح تستمتعي بهذه العلاقة وراح تكوني سعيدة وراح تخبري كل الناس اللي حواليك انك واخيرا تحصل اجاك الشخص اللي انت كنتي مستنيتيه طول عمرك, okay? That's what I see. You're gonna be so happy. سعيدة, فرحانة. إجاك الشخص اللي تتمنيه, اللي رح يفهمك ورح يستوعبك ويعاملك باحترام وحب وتقدير. أوكي؟ يمكن انت بتفكري finances and career, financial, there are some financial issues are a factor in your love life right now. يعني ممكن انت بتفكري شوي بموضوع الامور الماديه او موضوع العمل وموضوع او ربما سبب تاخير هذا الشخص ان هو كان بيشتغل كتير excuse me, بيشتغل كتير وبيتعب عشان يجيب الشيء اللي مستواكي اللي بيقدرك به, اوكي. انا مش انسانه ماديه, اوكي, يعني ما بقول لك هذا الشيء لاني انا انسانه ماديه, بس بقول لك هذا الشيء ان الشخص اللي بيحبك من ضمن الاشياء اللي بيعبر فيها عن حبه ان هو بيجيب لك هدايا, اوكي, وهدايا ثمينه. وربما هو هذا الشخص قعد سنين طويله, اوكي, يشتغل ويتعب عشان يجيب لك الشيء اللي هو مناسب ليكي. ربما كانت عنده مشاكل ماديه او whatever, عشان هيك اخذ منه فتره طويله عشان يجي, اوكي. Let your friends help you, ask for and accept support from others, from your friends. يمكن انت لما كنتي the time انك كنتي في الوقت اللي انت كنتي بتمر به بهذه المشاكل والالام وانك انت طعنتي من ظهرك و يمكن انت بتفكري في هذه الاشياء, ف universe بتقول لك اطلبي من اصدقائك المساعده. مش عيب انك تطلعي وتفرحي مع صحباتك واصحابك وتشربي وتغيري جو, مش عيب. You need that. انت محتاجة لهذا الشيء, محتاجة انك تطلعي من المود هذا, اوكي, مود الالام والاحزان والقرف, اوكي. فاطلبي من اصحابك انك اجتمعي معهم, اطلعي معهم عشان تنسي الالام والقرف, عشان تطلعي من مود الاحزان. وراح تطلعي, راح تطلعي خلاص, لانك تركتي الماضي, separation, تركتي القرف والماضي والاحزان اوكي. Time apart from your partner is on the horizon. خلاص انت تركتي هذا القرف,
تركتيه اوكي، لان اللي جايك افضل بكتير. هذا هو اللي جايك اوكي. You got ace of cups. Okay, you got ace of cups. This is coming. 100%. This is coming from the universe. This is confirming that you're gonna get the love of your life. Forgiving and learning. Okay? انسي الماضي واحزانه والامه وسامحي واعذري وانسي. خلاص الماضي احنا بنتعلم منه تجربة، ما بنقعد نعيش في الماضي، انسي. Let go. Forgive. Let go and let God. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Okay? As you release and forgive the past, you experience love in the present moment. ما تقعدي عايشة في الماضي. احنا لما بنقفل باب جديد بينفتح واسع. Okay? Here, universe is promising you this. Is actually giving you this. الكون بيعطيكي هذا الشيء. لأنك أنت سامحتي ونسيتي وتركتي الماضي لحاله. خلاص مات وفات وانتهى. Universe is promising you لأنك أنت قفلتي الباب. Promising you a new door is opening for you. مليان حب وعاطفة. It's safe for you to love. Okay? It's safe for you to love. لازم تشعري بالأمان. It's safe now. من حقك انك انت تحبي وتنحبي. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Open your heart. Open it. This is a new love coming for you. Okay? Open your heart. It's coming. Open your heart for this love. انسي الماضي. ما تحملي ألام الماضي في هذه العلاقة. انسيه. كل إنسان له تجربته الخاصة. خليكي بس دائما تعلمي من الماضي. تعلمي من الماضي. Learn from the past. It's an experience. But don't live the past. You're the now. Okay? You are the now, not the past. The past is just an experience. الماضي فقط تجربة. وقفل الباب وافتح عشان الباب الجديد اللي جايك راح ينفتح. انفتح اوكي، والسماء عطيك علاقة حب جديد، حب كله عواطف وفرح وسعادة وانسجام وتفاهم. اوكي، it's safe for you to love. انت من حقك انك انت تحبي وتنحبي. Soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. That's it. That's it. This is your soulmate. Okay? هذا اللي جايك, this page of coins, this is your soulmate. Okay? There's soul contract, soul agreement. There's lots of love. There's affection. There's intimacy. You're a good match. Partnership, soul contract, agreement, soul connection. ارتباط روحي. هذا هو رفيق دربك، هذا هو حبيبك. في عقد بينك وبينه. قبل ما ننزل لل 3D في عقد بينك وبينه. And it's coming now because of divine timing. رح يجي في الوقت، رح يجيكي الآن لأن هذا هو الوقت له، الوقت المناسب له. Okay, there's always divine timing. بس لما إحنا نترك الماضي بأحزانه بقرفه ونقفل الباب وننسى ونسامح، هذا الباب new door gonna open.
باب الجديد راح ينفتح. Okay. So yeah, I hope this reading resonates with you. Please let me know. Okay. I would love to hear your feedback. Okay. Thank you so much for joining me. Thank you very much for subscribing to my channel. I love you. Peace.